بير لاشيز. الاسم جاي من قسيس الاعتراف الخاص بلوي كاتورز، لويس الرابع عشر. زي ما انتم شايفين في اشكال مختلفة جدا من فنون الشواهد، في شواهد عليها تماثيل لاصحابها، في شواهد بسيطة صغيرة جدا انها قديمة ومحدش دفن فيها تاني، الشجر طلع عليها، في شواهد كأنها مبنى مستقل زي ما انتم شايفين، في طبعا نما عليها الطحلب، لكن مازال لسه في قبور مستخدمة، يعني لسه ناس بتدفن فيها لغاية النهاردة، واضح انها جديدة لسه خالص. ومن جنسيات مختلفة كتير قوي، يعني تقدروا تقول انها مقابر متروبوليتان، يعني فيها جنسيات كتير جدا، ويبقى شخصيات شهيرة عاشت في باريس ودفنت هنا. المقابر اتعملت في نهاية القرن التسعتاشر وبداية العشرين، تعتبر مزار سياحي مهم جدا، يعني في ناس كتير بتحب تيجي تشوف وتزور الشخصيات المهمة. إيديت بياف مثلا، إيديت بياف ما مدفونة هنا. طبعا في ناس بتتفنن في صناعة الشواهد زي ما انتم شايفين، انا في اخر الوقت للزيارة، فطبعا اكون انا اخر واحد تقريبا موجود في المقابر، لازم انزل دلوقتي، عشان كده مش هتسمعوا غير صوتي او صوت خطوتي، لان كمان الطريق هابط، فسرعتي هتبقى زيادة شوية. جو هادي خالص، ناس توقفت عن الأذية يعني، بقوا طيبين. في أشكال كتير، حتى الشكل الروماني ده، مكتوب اسم العيلة اللي مدفونة فيها. بعض التماثيل كمان بتبقى على زي ما شفنا نماذج تانية، التماثيل في نماذج تانية ظريفة جدا فنيا، يعني جميلة قوي. هذه المرأة الحزينة على مقبرة هذا الرجل، أو هذه المرأة مش عارف المين المدفون. على سور المقابر برا في قائمة بأسماء اللي اتدفنوا وتواريخهم، معمولة بالترتيب الألفابي يعني. فميتو شعق، تقريبا انا اخر واحد موجود في مقابر حديثة، هي معمولة بالرخام، بتعكس الذوق حديث شوية، مش غير الحاجات القديمة. ومن هنا مكان عالي نقدر نشوف، نلقي نظرة على المقابر من فوق.
الشمس قربت تغرب. لا في ناس تانية غيري اهو. حلوة أوي الزهور دي. لسه في حد بيحط ورد اهو، مع ان المقبرة قديمة جدا. في هناك خالص جندي واقف بسلاحه. في زحمة طبعا، يعني في مسافات قريبة جدا ما بين الشواهد وبعضها. حاجة الحديثة بتبان في النص خالص. طبعا في خريطة موجودة بالأسماء كلها، خصوصا بالأسماء المهمة، يعني لأن لسه في ناس بتيجي تزور إيفونتون، إيديت بياف، دي لسه ودي ناس واضح جدا أهو. في آخر واحد مدفون 2002 وفي 2019، ففي ناس مدفونة حديثا. لكن المقابر الحديثة مش مهتمة بالجماليات المعمارية اللي بنشوفها في الأشكال القديمة. في بساطة أكتر، ومفيش اهتمام بالزخرف النحت أو التماثيل. وإلى اللقاء في مكان آخر من باريس أو غير باريس. إلى اللقاء.